مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أثارت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز موجة من الانتقادات الحادة ضد هيئة الترفيه في السعودية بعد ظهورها بملابس غير محتشمة في موسم الرياض في مهرجان الأزياء للمصمم العربي إيلي صعب، مما تسبب في استياء واسع خصوصا في ذيل مكانة المملكة كأرض مقدسة للمسلمين. عرض إعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.